عليكم خوتنا المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، وخوتنا الجزائر من طبيعه الحال والتوانسه والموريتانيين والليبيين وكاع اللي تشهدوا لا اله الا الله محمد رسول الله، جميع متتبعي محتوى السجون المغربيه. اليوم اخوتي اخوكم خليل النور جاكم بواحد الموضوع، حاله يرثى لها لواحد السجين تائب خونا ادريس الملقب فانتا، سجين تائب قديم اخوتي ومسكين الخدمه، مسكين ما حيلتو، عنده اربعه ديال الوليدات، دابا حداه غير ولدو اخوتي وحداه المدام ديالو مسكين. دابا شوفوا الحاله اللي عايش فيها، ها انتم تتشوفوا اخوتي الحاله اللي عايش فيها اخوتي، شوفوا حويجاتو في الزنقه، شوفوا حويجاتو اخوتي في الزنقه، ها انتم اخوتي، ها انتم اخوتي حويجاتو في الزنقه، ها هو ها ها انتم اخوتي، ندور لكم حدا في الهناء، حومه الهناء، مدينه الخميسات، حدا المقاطعه وحده مدرسه الليسي ومدرسه المسيره، ثانويه الليسي واعداديه المسيره اخوتي. هنا معنا اخونا ادريس تيعاني واحد المعاناه اخوتي لا يرثى لها اخوتي. تنطلب منكم بارتاج البارتاج البارتاج اخوتي باش توصل واحد الرساله ديالو اخوتي. دابا ها هو جارين عليه، فات واحد السيد عنده قناه في اليوتيوب، الاخ ديالنا مراد بوعلام ولد مدينه الخميسات، فائل خير، تيدخل الناس اللي ما بحالهمش وتدخل ليه ودار ليه فيديو مسكين، وكراو ليه واحد المحسنين على واحد المده، ولكن سالت ديك المده القرص اخوتي في الشارع. ها هو دابا راه في الزنقه اخوتي، كما تتشوفوا الحوايج ديالو اخوتي، ها انتوما ها انتوما اخوتي الحوايج ديالو مسكين، ها انتوما شوفوا الطبيب لاخوتي مسكين، جاو عندو الناس المسؤولين باش يجريو عليه من هنايا، ولكن جبت ليهم ورقه ديال حكموا عليه بالافراغ. ها الافراغ اخوتي، ها هي ورقة ديال الإفراغ مع الفلاش، ما تتبانش أخويا، دابا نصورها ونسكريها وندير لكم أخوتي مونتاج في فيديو، ما عليناش، دابا نصورها أخويا إدريس ونديرها لهم مونتاج في فيديو أخوتي. ها أنتوما، ولكن الراية ديال سيدنا محطوطة، عاش الملك وعاش سيدنا، ونتمناو الرسالة توصل للمسؤولين. أنتوما أخوتنا المغاربة اللي داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، اللي لقى باش يعاون هذا السيد يعاونو، اللي ما لقاش باش يعاونو يعاونو غير بواحد درام كونيكسيون، ويبارطاجي ليه الفيديو ديالو اخوتي باش توصل الرساله ديالو للمسؤولين والناس المحسنين. الا كاين شي واحد يتعامل معاه بشي معامله زوينه ويتعامل معاه ولو يكري ليه غير شهير باش يتستر هو وليداته، بين ما يشوف يحن الله، ربي كبير. ها انتم اخوتي معاكم خويا ادريس، خويا ادريس تفضل اخويا، قول اخويا شنو كاين اخويا الحبيب ديالي. انا كنطلب من الله من المحسنين يتعاونوا معايا، واخا غيكريو ليا خويا بشي محل، انت ما كتشوفوا حويجاتي مزوطين غا على برا، انا مريض والمرا مريضه مسكينه كتعاني، عندي 52 سنه اخوتي، كندبز غا مع الوليدات ونعيشو مع خويا، الله يسهل عليكم. واش عندك الوليدات اخي ادريس؟ عندي اربعه اخويا. فين هما الثلاثه اخرين؟ شتها راهي قدامك. ما بغيتش البنات يجلسوا معايا انايا. قلتيها لي كاينين عند جداهم. اي اخويا عند جداهم. اي اخويا. وانا كنعس حاليا انا والمرا والوليد، ما داكشي الوليد. شحال المده دابا وانت تتنعس هنا اخويا ادريس؟ غدا من العيد تقريبا، من قبل العيد بشي نهار، العيد العيد عيدتو هنايا. عيدتي بعدا جابوا لك الناس محسنين شي عيد ولا والو؟ جابوا لي اخويا شي شويه اللحم انا والوليدات، ما عيدنا ما والو. اخويا الناس الله يكثر خيرهم. دابا شنو هو المشكل؟ علاش خرجتي من هاد الدار هادي اخي ادريس؟ كانوا كارين لي شي محسنين دابا شي عام تقريبا، فاش سالت المده ديال الكراسه ما قدروش واقيلا يزيدوا كملوا معاك، عاونوك باش ما سخاك الله، باش ما سخاهم الله، الله يكثر خيرهم في هاد العواشر. دابا حكمت عليا المحكمه، قالت لك ست شهور مولات الدار ما خلصتينيش، ومشات دعاتني وشدات عليا محامي وخرجوني، دابا داروا لي الافراغ، هي الورقه يا خو تنصورها مع الفلاش في الضو خوتي مع الليل هذا تنصورها خوتي في الليل، راه ما بانتش الورقه، انا خوتي غنصورها وغنمونطيها لكم وغتشوفوها في الفيديو خوتي. هي المحكمه بالافراغ ونخلص 150 الف ديال الخطيه، وانا ما عندي اخويا منين نجيب لهم هاد الفلوس، انت كتشوف انا خرجت حويجاتي على برا. اخويا ما عندي منين نعطي هاد 150 الف ريال. لا اله الا الله محمد رسول الله. مع الوجوه وعايش مع الوجوه، كتعرفني اخويا خدي الله يكثر خيرهم، هاد المحسنين يتعاونوا معايا في هاد العواشر، انت وغايحيدوني من هاد الازمه اللي انا فيها، فتربي يسهل عليهم ويفتح عليهم الله بيبان الخير، وداك الشيء اللي 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 يتمناوه يلقاوه قدامهم. امين. انتم اخوتي كنعس غا على برا. شوفوا حالتي وحال الوليدات، انت الدري كي نعس معايا تو باش ندير مسكين، كندير الميكا ها هي، كنبغي نعس كنتغطاو بالميكا،
انت كتشوف الحوايج يا خويا مزوطينها على برا. خويا دريس اللهم المحسنين يتعاونوا معايا في هذه العواشر. والله يا خويا الا العيد عيدتو هنا واللي ما قدرش يعاون الخوت الله يحفظكم اخوتي غير بالبارطاج الله يكبر بيكم ما تخسر والو. ما قدرتي باش تعاون ما عندك عاون غير بدعوه زوينه يا خويا وعاون غير بالبارطاج 5 درهم الكونيكسيون تبارطاجي لك فيديو. ربما ما كاينين ولاد الناس كاينين المحسنين مازال ما كاينين ولاد الناس في البلاد اليوم ببال الخير الا عتقوني بغيت ربي يعتقهم من النار. امين ربي يفتح عليهم ببال الخير. امين يا رب العالمين. امين امين اخويا دريس كلشي فايت الزوجه ديالك اخويا مسكينه داكشي اللي درتي حتى هي عيانه راه عندها الوريقات كتسواني مسكينه حتى هي راه ديما انت تدير داكشي ديال الانعاش عندها داكشي اختي فاطمة الزهراء شنو قلتي لنا اختي فاطمة الزهراء؟ اخويا ما عنديش السكنه راه كنعتبر لا في الشمس لا في البرد لا كنتزوطها في الزناقي ما كنقدر نخدم ما كنقدر عندي النفس كيمشي ليا. اختي ما عنديش السكنه كنتكرفس لا في الشمس لا في الشتاء لا في الشمس لا في الشتاء لا في عاد كنتزوط. ويا اختي فاطمة دابا شنو تطلب يا اختي فاطمة؟ نطلب انا محسن عاشي سكنه غنسكن انا وليداتي ونبقى مهني لا من الشتاء لا من البرد لا ما كنلقى باش نخلص وكيزوط ليا كنتبقى نشرب في الزناقي. يا اختي ومناش مريضه مناش تعاني؟ كنعاني على الشتاء ما عنديش المناعه عندي غريه وحده ما كنقدر نخدم ما كنقدر ندير حتى حاجه. ياك والدواء اللي تستعملي شحال ديال الدواء تستعملي؟ شوف الوراق اخوتي راه ما تيبانوا الوراق اخوتي هنا راه تيبانوا لنا الوراق اخوتي ورينا اختي الوراق ديال الدكتور ورينا الوراق ديال الطبيب تستعملي الرابوز؟ والرابوز بوحدو ولا معاه شي حاجه اخرى؟ الاكسجين. ها؟ الاكسجين ومن غير الاكسجين حاجه اخرى عاوتاني كاينه؟ شحال ديال الدواء عندك دابا؟ 7000 ريال. شحال تضرب لك هذا الدواء 7000 ريال؟ اه ما كندوزها يومين ثلاث ايام يومين ثلاث ايام خصك 7000 اخرى. شكون تيشري لك الدواء؟ غتنسعاه معايا ما كاين اللي يشري لي والو حتى واحد ما عمر حتى شي واحد شرى لك الدواء اختي فاطمة الزهراء ولا شي حاجه؟ ياك اختي دابا هادوما الوريقات ديالك اختي فاطمة الزهراء انتوما خوتي تتشوفوا انتوما خوتي السكالير اخوتي مدوزه السكالير الوراق ديالها ديال الدواء خوتي هي الدكتوره هنايا الدكتوره كنزه بوبل اختصاصي في امراض القلب والشرايين هي خوتي تتشوفوها انتوما خوتي تتشوفوا الوراق ديالها الرام ديال الوراق اخوتي انتوما تتشوفوا الحاله اخوتي ديال هاد الناس هادو اللي عايشين اخوتي انتوما خوتي ها ها لا هذا الشيء ما تيبغيه لا ربي لا عبدو باقيين عندنا المحسنين في البلاد خوتي وحبابنا وصحابنا المغاربه متتبعي محتوى السجون المغربيه انا راه جايب لكم هذا الموضوع هذا ماشي من واحد ما اي واحد ما مدوش بزاف تا دريس خونا راه مدوز بزاف ديال الحبس توا في صغرو دابا راه وصل كدا و50 سنه انا تنعتبره بحال خويا كبير 52 سنه خويا شحال اخويا دريس 52 سنه كبير مني اخي ادريس نتايا مش ندوز الحبس ادريس اخويا ندوز قلت تقريبا شي 4 سنين هكا ولا 5 سنين تقرطيط تقرطيط هادشي شحال هادي قديم ومن محسوب كسجين تائب اخوتي عليها انا دخلتو المحتوى السجون ديالي السجون المغربيه وانتم اخوتي اللي تتحسوا بالسجناء وانتم اخوتي المغاربه اللي داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن تتفرجوا فينا ربي يحفظكم وخوتنا المغاربه والتونسيين والجزائريين والليبيين والمغربيين وكاع اللي تيشهد بشهادة لا اله الا الله محمد رسول الله وجميع متتبعو محتوى السجون المغربيه الا ما لقيتو ما ديرو ما لقيتو ما تعاونو عاونو قلت لك ب 100 درهم الكونيكسيون هي بارطاجي الفيديو يوصل للناس اللي غادي يكونوا وغيشوفوا من حال هاد السيد هذا خويا شي شنو قلتي بغيتي تقول اخويا دير شي حاجه اللهم المحسنين يتعاونوا معايا خويا وشوفوا من حالتي وحال وليداتي الله يغطيهم بالرضا ويفرحهم بالرضا امين يا رب اللي يتمناوه يلقاوه قدامهم امين يا رب العالمين سعداتك فاعل الخير امين يا رب العالمين الا شي خير غتلقاه عند الله سبحانه وتعالى هما الدنيا فايته امين انتم غتبغوا اخوكم ينعس هكا على برا انتم كتشوفوني امين يا رب العيد الكبير عيدتو هنا راه قلتها لكم جابوا لي غا الناس مساكن الطريفات الحم ما عيدنا ما والو خذتني ديك الورقه صافي بالافراغ جاو خرجوا لي حوايجي انا والله برا دابا صور صور ربما تشد ديك الورقه خويا ادريس ربما هي خوتي هذه ورقه ديال الافراغ اخوتي وان شاء الله غادي نصورها لكم في فيديو اخوتي مونطيها وتشوف 700 هي 700 7700 درهم هي 7700 درهم ها انتم اخوتي ديال الافراغ 7700 درهم خطيه هذه قلبها تشوفها هي 7700 درهم قال لك خطيه اخوتي هي كاينه اخويا وريها وريها مبلغ 7700 درهم عن واجب كراء المده
من 1 شهر 6 2022 الى 31 شهر 12 2022 مع التنفيذ المؤجل وافراغه او من يقوم مقامهم الى غير ذلك. خوتي المغاربه هانتوما تتشوفوا خوتي الحاله ديال خونا دريس الملقب خونا دريس فانتا، هانتوما خوتي نزيد نصور لكم هنا دخلنا لكم بالله خوتي هذه حاله يرتى لها خوتي هانتي والله خوتي لا رفات وقف مع خونا مراد بوعلام خوتي مسكين دارتها اول جد ديالو هذه ولكن عاوتاني لقى راسو في الشارع اخوتي ها هانتوما دخلنا لكم بالله خوتي دايره حاله يرتلى اخوتنا المغاربه ها خوتنا المغاربه داخل ارض الوطن باقيين عندنا المحسنين في البلاد باقيين عندنا مغاربه محسنين هانتوما اخوتي ها هانتوما ها هانتوما اخوتي ها 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 هانتوما اخوتي مسكينه البركه صح دا قدامها قدام المقطعه الثانيه اخوتي ها هنا حي الهنا المقطعه الثانيه هذه سميتها إعدادية المسيرة وثانوية موسى بن نصير ومور هاد الديور هادو كاين لوطيل ديال الديور اللي تحت ليها اخوتي ها انتوما تتشوفوا اخوتي ها انتوما اخوتي ها راه غالبا الا الله خوتنا المغاربه داخل ارض الوطن ربي يحفظكم حويجاتي عليكم انا نتكا حداكم قال لكم مرحبا بك تكاوتي جيبوا لي مره مالي هاد الدار هادي مساكين الله يكثر خيرهم اخويا دريس الله يكثر خيرهم اخويا دريس جيبوا لي العشاء مره انا والوليدات اجي اخويا دريس واحد اختراق اجي واحد اختراق اخويا دريس دوز اخوك شد التليفون هاك شد التليفون اخويا شدني اخويا انا شدني اخويا خوتنا المغاربه ربي يحفظكم اخوتي المغاربه اللي داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن خوتنا الجزائريين والتونسيين والليبيين والموريتانيين وكاع اللي تيشهدوا بشهاده لا اله الا الله محمد رسول الله وجميع متتبعي السجون المغربيه وجميع اللي تتابع القناه ديال خو خالد النور تحياتي لكم واحتراماتي لكم وتقديري لكم جميعا اخوتي هاد السيد اخوتي اللي لقى يعاونوا بشي حاجه في سبيل الله عاونوها اخوتي اللي ما لقاش باش يعاونوا كاع 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 غير كلمه زوينه في حقه اخوتي كلمه زوينه في حقه وغير بارطاج غير 5 دراهم كونيكسيون بارطاجي ليه الفيديو يوصل ربما يوصل للناس لحقاش عندنا حنا المغاربه ديالنا كرماء وحنان انا تلاحظ غير من نفسي كي تتعاملوا معايا الناس وكي تتعاملوا معايا الناس الكرماء هذا الشيء باش انا وهذا راه سجين تائب راه ماشي شي واحد ماشي سجين ولا شي حاجه انا عندي محتوى السجون المغربيه عليها درت هذا الفيديو لهذا خويا دريس الملقب فانتا وان شاء الله خوتي غادي تلقاو خويا دريس واش ممكن نحط النمره ديالك في فيديو مرحبا خويا مرحبا غتلقاو خوتي النمره ديالو في العنوان ديال الفيديو وغتلقاوها مكتوبه في الفيديو النمره ديالو مكالمه واتساب ومكالمه عاديه اللي بغى يتواصل معاه يتواصل معاه هو بينه وبينه خوه يقول ليه دريس يقول ليه اللقب فانتا راه غادي تعرفوه بانه هو خوتي المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن وخوتنا الجزائريين التونسيين والليبيين والموريتانيين وكاع اللي تيشهدوا لا اله الا الله محمد رسول الله تحياتي لكم احتراماتي لكم بزاف بزاف ضروري ديما الناس المقيمه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن ديما هادو ديما هادو خوتنا الله يكثر خيرهم تحياتي واحتراماتي وتقديري لكم جميعا خوتي كلمه لك اخويا دريس الاخرى تنطلب اللهم المحسنين والجاليه اللي في الخارج فطر يسهل عليهم وداك الشيء اللي يتمناو يلقاو قدامهم امين يا رب العالمين انا ووليداتي من هذه الازمه اللي انا فيها يحيدوني غير من هنا يكريو ليا ولا يشوفوا لي شي حل انت ما كتشوفوا انا مزوط غير بالزنقه ما عندي اخويا باش نكون مع راسي غير كنسعى انا مع الوليدات مع الوجوه شي حوان تمسكنا تعطينا خبيزه هذه ما عندي حتى الصحه انت ما كتشوف حالتي عارف بين اخويا انت ما كتشوف حتى الصحه ما عندي اخويا باش تخدم اخويا دريس بديك الكريريصه بديك الكريريصه اخو كنجبر ما كنا انا ووليداتي راك عارف مره مع الله في راي مره هذه هادشي باش عايش لا الكريريصه اش تدير بها غير لا في راي لا في راي كندور على البركاسات وكندبر على لا في راي انت ما كتشوف لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله انتم تتشوفوا خوتنا انتم تتشوفوا الخوت انتم بلا ما نقول لكم عاش سيدنا الله ينصر سيدنا وربما الناس المسؤولين شوفوا لك شي حل هذا الشهاده ربي يحفظكم تحياتي لكم خوتي المغاربه اللي داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن وخاتنا الجزائريين والتونسيين والليبيين والموريتانيين وكاع اللي تيشهدوا لا اله الا الله محمد رسول الله تحياتي واحتراماتي لكم جميعا اخوتي اللي ما قدر على والو بارتاج 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 توصل الرساله ربي يحفظكم ويشكركم مع اكبر تحياتي خوكم خالد النور.